Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maktabadda Islaamiga ah ee maanta waxay idin soo gudbinaysaa darsigi 93aad ee kitaabka Kitab at-Tawhid li Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. باب يهي ريبتان لتكريبه دويشة عايتان كذا دويشة العايو أما أفل لا أفل قاديو أما أحلق الشيب أرن كاسو ليسو ديدو أيو باب يهي يعني شرح قديد دول عن أبي بن كعب. أبي بن كعب حلق ورني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قال إنه يريد لا تثبها عينا الريح دويشها عينا فإذا رأيتم هذا أركان ما تكرهون وحد نعبته نوكهانيسان هذا أركان فقولوا وحات الأهدان اللهم الله وإنا أنو نسألك وحاك ويديسننا من خير هذه الريح ضويشا خير كذا ويديسننا وخير ما شيء خير كينوان ويديسن أو فيها ضويشا نحيا ذكر وخير ما شيء خير كينوان ويديسن شيء قاسو أمرت للاس وأمري به إساق ونعوذ ونقم أنجلي بك أذا نقم أنجلي ألو من شر هذه الريح ضويشة الشر كذا نقام أنجلي وشر ما شيء شركين وكام أنجلينا شيء قصو فيها ضويشة دحيدا وشر ما شيء شركين وكام أنجلينا أمرت للاسو الدري وللاسو أمري به صحح أو الترمذي حديثك يوم الترمذي بصحيح يعني أساس الحديث معنا شواهد سيصحيح بها باب كان يوحو كله يهي باب كان حكو بصمرني سب الدهري باب يوكسومي عاوي يعني الزمن كان وحلقه شيئين ووقت كان وحلقه شيئين كان باسم معنا له معنا اسم معنا سواب كله ديديها ان دويشا لعاينا وإله مفعولات كي تكمت طويش وحياله إلهي السمية بكمت إلهي سبحانه وتعالى أي قرشي هدي إلهي سبحانه وتعالى وحياله السمية مخلوقات كيسي وحيو يسوه كينا وحلقه شيئا هدي سقي وحلقه شيئا وكرده قمت سيدي هذي هو سقي أفلقه دي وكالي أي كرده قمت معنا مركا بدل كي إيادا يعني وحك الشيئ إلهي ذين وحاد سميسان وحاد كوك وحاد كراهيستان وضبستان وحوغا نفسه كهاتو هذا أركان، وضويش أفوا أركان، دعاء المركز على إسبر حل دعاء استو دعاء، كل دعاء استو معنا، إله وحق ودي سننا ضويش أنوش خير كتيرة، يعني خير كذا نكويدي سن، وح خير كده حشرة نوان نكويدي سن، وح الله صدرنا نوان نكويدي سن، فاس معنا، معنا خير كده حشرة كتيرة، وحدي معنا وحوي أنا أي يعني مرض بدن بيتبيلو معنا وحويان مارتي خير ودان ونحن وضع خير حمبارتين هدي لصو فرين للصو فرين خير أي ودان مارتي الحق إله سبحانه وتعالى أرنتي اللوغة سودي بي هدي خير تاني خير كيدان وحوي تسنين انتا إن له شرع هدي كتران إله هو كام من قلم سيدا دهب نبي صلى الله عليه وسلم عليه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحوري لا تصبوها عينا الريح دويشها عينا فإذا رأيتم هذا دركتان ما تكرهون وحد كهانيسان ونعميسانيسان هذا تكو أركتان بمعنى ونوكي إنجيجسي أوكالي نعذر أوكالي يعني وحول أتكهتان هذا دركتان فقولوا وحد رضان اللهم الله إنا أنو نسألك وانكو ويديسان من خير هذه الريح دويش الخير كذا نقويدس وخير ما فيها واحد احد اذا كشرة
خير كيسان كويديسن وخير ما شيء خير كيبان كويديسن أنا أمرت الله سو أمر به إسنك حق إلى وحي لقل صدري يعني أصعد خير كيسان كويديسن يعني هذه أي نقطة مثلا إن دويش هذه لو صدري إنه مثلا وحوية ضرورة حيثو هذه نقطة إن أي معنى وحوية ما تي إن أي أي نقطة مثلا هوا حرام وقلين فرطو شدو ينعصو كليتو خير إيا مصالحة والله لصو دري يعني إله كويت سنين ونعود بك وحنكام قلنا من شر هذه الريح ضميشا شر كذا نكام قلنا وشر ما فيها وحق حيث كتير الشر كثيرا وكام قلنا وشر ما شيء شركي ونوا كما قلنا شيء قصو أميرت للا أمري به إساق وحي للا صو أمري الله صفري إني قبطنا شركي سيله مقام بانك أغنى صحاح الحديث وصحيح الترمذي يعني الترمذي وصحيح وركض دعاء إن لقو دعاء سمرك الضويلها إي وحيالها سلعركو وما خطر لدريمو وما دباتوين اللي مادن لدريمو حداي سمرك وحي خير اي ودينا والهلي وحي شر اي حق هذا كيمان لها اما يعني اي صوب نقول الله ان اله سبحانه وتعالى ادوما دينون كبت ذالي وبلد ايضا مرك انت اتكتشي اتسن الله ايدين اللي صدر سبحانه وتعالى اذا ساسا لنا برايا فيه مسائل طابق المسائل لو راكو جرت الاولى مسألة ذاكو اذو حوي انه الريبتان اللي تكرب عن صب الريح طب ايش عايتان كذا اللي تكرب الثانية مسألة أحد أحوية الإرشاد توسين يهجاتين ليسكو هجاتيو إلى الكلام هذا الناس فائدة له إذا رأى أحد أرقى الإنسان إنسانكم ما يكره وحو كرهيس وحو كرهيس تروح أحد أرقى واحد دون من النغتين وضميشه أكارك هذا الكيو وعنا لها بأيضنا ليسكو هجاتيو ليسكو توسيي الثالثة مسألة أحد أحوية الإرشاد حاجاتين يتوسين يهانون اللي اسمه هانوني إلى أنها أيضا مأمورة إلى تايم اللي صو أمري ومخلوق إله فرعون فرين بيوضع مك إله بصدر سبحانه وتعالى حول بين الجدين يساي الله صدري كان ولا يدرين زين الرابعة مثل الفرد وحوي أنها أيضا تؤمر وح على لا أمر بخير خير بلا لا أمر وقد تؤمر إن لا أمر وعليها بشر شر إن لا صو أمرنا وصرت قال يعني إني خير ودنا وصرت قالوا خير معناه لو سودي شر إن لو سودي ونا وصرت قال إلهي سبحانه وتعالى حكي سشر كميمات سيدي سبا والشر ليس إليك وكين يقول لك صلى الله عليه وسلم عليك لكن إلهي مفعولات كيس يحواله الصمين هي مخلوقات كيس إني حق وضع الشر كيمات وصرت قال الشر كاسنا إلهي ملك الصمين يحق على الله في ريو شر محض يما شر باحلا ما حق إله كميمة سبحانه وتعالى لكن هو شر إيا مصلحة إسوته حق الرب مرك الله فيه مصلحة الراجح لكن أدوم هذا أفراد وذي يمد كميدة ويقض على مرك الله فيه ولغيابا هنا الشر كتها معنا سيدا سمعنا هذا وحوي حق إله وشر كميمة مرك وحون مخلوقات كتار في دبكوة إنه دويشة سوى دواسور تقل باب قول الله تعالى وضويلة وددوها لأبي دويلات مددنا ودقنا إله سبحانه وتعالى وكتر تركبها به قاربة أبارة إيه وحبوضة قاربة معنى وحوية المارتي بيرها إيه دلق قوة إيه معنى حقيقو قيسن قاربة إذروا إنا حبارتين لغيابة إلى آخره باب قول الله تعالى إله أولاهدي سيو يريبي بابوته يبابو يهي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون وحيموذيا وحي أم لينا يا بالله إلهي غير الحق ملاء الحق هاي ملاء قرأ هاي بإلهي كم لينا يا ظن الجاهلية بكم لينا يعني أمده الجاهلية ها ملاءه دي أكله يقولون وحي ليه هل لنا منصب نادو من الأمر أرنك حقي من شيء وحيون منصب نادو طلب محام وحيرنا آتي فوحكي لنا قل وحسر هذا النبي إن الأمر أرنك كله دمات لله إله بوسنا
taladana doonaysaan inaad wax ka jeedsataan ood wax ku yeelataan kulligeed ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala. yukfuuna way qarinayaan fii anfusihim laftooda dhexdeeda waxay ku qarinayaan maa shay laa yubduuna ayna muujinayn laka adiga ayna kuu muujinayn waxaynan kuu sheeganayn ayaa qalbiga ugu jira qarsanaya. waa ka wixii ilaahay baa muujiyey hadday iyagu muujisan waayeen. yaquuluuna waxay leeyihiin low kaana haddii uu ahaan lahaa lana annaga min alamri talada xaggeeda shay un wuxuu hadduu nooga ahaan lahaa oon talada wax yarna ha ahaatee wax kulahaan lahayn maa qutilnaa nalama dileen haahuna halkan halkanna laguma laayeen. qul waxaad tidhahdaa nebigow low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina dhexdooda haddaad ahaan lahaydeen oo idan sooba baxdeenba la baraza way usoo banaanbixi lahaayeen alladiina kuwa kutiba la waajibiyey calayhim dushooda lagu qoray alqatlu dilka lagu qoray way soo bixi lahaayeeno ilaa mabaajicihim meeshii dhinacoodu yaallabay usoo bixi lahaayeen bacankoodiiyo dhinacoodu meeshuu dhici lahaa ayay usoo bixi lahaayeen. waliyabtaliya allaahu saa ilaahay wuxuu u yeelaya liyabtaliya inuu imtixaano allaahu alle maa fii suduurikum waxa laabihiina ku jira waliyumaxisa iyo inuu kala sooco maa fii quluubikum waxa qalbiyaalkiina ku jira wallaahu allana caliimun kii og weeyey bidaati suduuri waxa laabaha ku jira. aayaddu waxay ahayd oo ay kusoo degtay dhacdadii iyo qisadii dagaalkii uxud. marka dagaalka waxoogaa markii saxaabada nabiga sal allahu alayhi wasalam nabarku yaro gaadhay oo dharbaxa lagu yaro dhuftay rag taqriiban ilaa 70 ana macnaha wax way laga dilay ragga intiisi kaleetana yaani in badan oo kamid a ay carartay oo madiine loo soo cararay. nabigii sal allahu alayhi wasalam rag ku jiran ay meesha ku hadheen. arrintaasi markay dhacday ayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala dadkii dagaalka ku jiray laba qaybood ayaa laga dhigay. qayb waa qaybtii dadkii iimaanka lahaa ee ilaahay ku xidhnaa ee daacadda ahaa, qaarna waa munaafiqiintii wey. qaarkii markay iimaanka lahaa ee fiicnaa ee qumanaa ee iimaanku daacadda ka ah, kuwa iyaga ilaahay subxaana wa tacaala hurdo kusoo dejiyey, hurdo yaani lulmo, lulmaa dusha laga saaray. lulmadaa dusha laga saarayna waxay ahayd wixii dhacay inayna ka murgin oo yaani arrin aada u culus ayna filanaynin baa ku timid. marka arrintaa iyadaa in waxoogaa qalbigooda la dejiyo oo la xasiliyo yaa hurdada loogu riday. maxaa yeele hurdada meelaha dagaalada inta badan ku dhacday ka dhacday meelaha gaaladii muslimiinta iskaga soo horjeedaan muslimiinta ku dhacday waa nasr ilaahi subxaana wa tacaala. marka uma anzala calaykum min bacdi alghami amanatan nucaasan yagasha taa'ifatan minkum wataa'ifatun qad ahamatum anfusahum fafih. koox marka intii muslimiinta ahaa ee mu'miniinta iimaankoodu dhabta ah iyo hurdadaasi qabatay iyo lulmadaas. qoladii kale munaafiqiinta ah marka ayaga lulma ma qaban, meeshii iyo goobtiina laiskaga adkaa, waana laisku dhex wareegahayaa, weli lama kala dhexbixin. markaasaa naftoodii baa intay la weynaatay oo meel ay geeyaan ay waayeen oo ciriyo dhul midna qaban waayeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala marka xaalkoodii baa noo tukbeynaya. dareenkay qaadeen iyo culayskii yacni waxbay ku yimid iyo hadalladay ku hadleen iyo taasaa laga hadlayaa macnaha. yadunnuuna waxay moodayaan buu marka alla yihi subxana wa tacaala qoladaa munaafiqiinta ee lulmadii laga qadiyey, lulmadii qalbi dejinta iyo nabadgelyada ahayd laga qadiyey, kuwaasi waxay leeyihiin yadunnuuna waxay moodayaan oo u malaynayaan billaahi alle hayra alxaqi mala aan gar ahayn. dhanna aljaahiliyati jaahiliyada malahoodii oo kale u moodayaan ilaahay u malaynayaan subxana wa tacaala. malaha ay ilaahay u moodayaane marna lagu magacaabayo dhanna aljaahiliya, marna la leeyahay waa hayra alxaqi, waa mala aan ilaahay gar u ahayn oon ku habooneyn, marna waa jaahiliyadii iyo gaalada malahoodii wey. waxa weeyaan isagaa inoo keeni doono oo hadal ka dambeeya inoogu keeni doonaa waa malo walba iyo tuhmo walba oon ilaahay u qalmin subxaana wa tacaala, saas wey macna aan ku habooneyn, taasaa la yidhahdaa dhanna aljaahiliya. ayb yaquuluuna waxay leeyihiin
way odhalayaan hal lana munasubnaada min al-amri arinka xaqiisa min shay xun ma nooga sugnaada waxay ka wadaan markii dagaalka la soo baxay oo nabigu sallallahu alayhi wasallam dagaalka soo aaday hadii nala tala gelin lahaa oo war dagaalka ma aadna iyo ma ka joognaa talada wuxuu hadii nala laga siin lahaa yaani waxa weeyaan waanu sidan si aanay ku talin lahayn sidani ma dhacdeen saas odhanaya هل لنا من نوع سنات من الأمر أرنك حقيسية طلبة من شيء وحن من نوع سناته قل وحتى هذا النبي إن الأمر أرنك إيا طلبة كله دمانت لله إله ما إسكره إذا وحن ما مليس طلبة وضطة أرنت وضطة اللغة دمبي يعني قرأ أمر إيسا والله سبحانه وتعالى يغفر ويقرن يا أبو عليه سبحانه وتعالى في أنفسهم نصفيالك نحن ذو وحن فقر صنايا ما لا يبدون وحين موجين لك أذى إن كون موجين وحين كون متفنن بقلبك أوجر هي واحد يقولون وحي ليهم لو كان هديه حالها لنا أنجع من الأمر أنت حق هذا الشيء ونحن هذو نوجع الله خلنا هذا ونحن كل هالله يوين ونلا ترجل لها أنت أردنا لقط الله سنين ما قتلنا للمد لأن ها هنا هل كنا لقمة الله يعني. ما قتلنا ها هنا ما كويه دعي إلهي كان سبحانه وتعالى أي الدرسين والسلوكين معنا قلوا حتى هذا النبي لو كنتم هذا أهل هذين في بيوتكم هذا وصوب حذين وماشي بنانين يدق الكوس كذي وبتما دين هذا حتى قرينا إذا كسب حذين قرينا تشوقي لهذين مرنا بجريد ما سكتم مرنا بجريد ما إذا كبر ستين قلوا حتى هذا لو كنتم هذا أهل هذين في بيوتكم قرينا نحن هذا أهل هذين لبرز ويصادح لهايين الذين كوا كتبا لقرى عليهم سوداء القتل الدليل كوا إله قرئين للدليل ويصادح لهايين إلى مضاجعهم ماشاء لنعوضوا ضعيوا اللي قد ليه هل كاس إيمان لهايين بارده سبحانه وتعالى يعني وقدر إله قدر إله إن إنك مهتكري سيك استداد قرية يسوله تحدر كستقالت ماشي دعانك ويا لإنا تمادواتك أصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إلهي سبحانه وتعالى مكو دمعه الضوء كماشي دعانكي سيالين وكدلو دمبا لوغليا ماشي دمبا لوغليا ماشي قد من الله دمتي من هذه مكا دوات كسعة وطوضة نيسانة ماشي اللي قوتها لقالي مكا تشبت وما لو قوانا مكا لغوي معني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مكا كل iyo kulli ba meeshi aad ku dhiban lahaydeen ee dhinac inuu dhici lahaa waad iman lahaydeen siga sadada guriyaha isugu dhigsan waliyab sariyallahu ilahi wuxuu saa u yeelay oo darbaaxadaas muslimiinta ay ugu dhacday liyab sariyallahu inuu ilahi imtixaanad daraadeed ma fi suduurikum wa halabihin ku jira iimaanka la wada sheeganayay nin walba uu sheeganay inuu ilahi imtixaano oo balanti jaabiyo midka dabta iyo midka macnaha dhayalka متكررته متكبين تأساسا المعنى الذين امتحاني وليمحص تمحيص كوحل إلى ذلك الشيء مركا لك لهفه وكيس حرية كيس ونكسن لك لساره تأساسا إلى ذلك وليمحص يئن ألك لهف ما في قلوبكم قلوبتي نوح كتر إن لك لساره وإيضنا بل كين الصبر يكين أنسبر إن لك لأقاده والله ألنا عليم كي أوي بذات السدور لا بها وحا كتيرا آية تقيم في هذا الموحي عدين إذا يعني وليبتري الله ما في صدوركم وليمحي صدر سئل لو قفها من إلهي إنو سنكب ورحي نبا إنتو سواحا للعب لا لا تمييزك إيو تمحيزك إيو فروح وح علم الرادي لها وح كم قيه إنو أقاد الدوري هي غالبا الله يستمعنا برك إلهي واكك الديسي وحا لا بها كتير هروسي أقاد لكن إلا موتي الله ربوي بعلى فلاك الله صادقه الضوبة لفظه وحكه قادة وقوله تعالى إلهي أولادي سباب يهي الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وحياه ويعذب المنافقين والمنافقات يئنوا إلهي عذابه منافقين رجع يا منافقات كهوانك والمشركين والمشركات إيو هوانك قارضة يرجع هوانك يعني يرجع قارضة هو إنه إله عذاب درات الدجال كما لقاه لي أظنينا كوا سو مودية وملينا يا بالله إلهي ظن السوء ملها حن وملينا عليهم دشوضها أهاتو دائرة السوء حمان توريه جيدو دشوضها أهاتو
وغضب الله ألنا هو عرض عليهم دشون ولعنهم هل عرضوا وأعد أما خبر بكدقوا وحتر عليهم دشون وحا أهاتي دائرة السوء عمان توريك إذا ها أيا دشون أهاتي وغضب الله إلهنا وهو عرض عليهم دشون ولعنهم هو لعنضي وأعد لهم حيود ياري جهنم أيود ياري وساءت وين حماتي مصيرا من الله في حماتي قال جل وحي هيد وحا يعني سورة الفتح أي آياته كتبت مركا دقال كيبا لقال لي جهاد كي دقال كيبا حتى لقال لي وحيالها الدقال كلوتش لي وحكم إذا إلهي إنه منافقين تي رقي هواك إن لعبابه قال هذا رقي ذي هواك هذا إله سبحانه وتعالى إنه عبابه كو أصلا ملاح حل إلهي أم لينا سبحانه وتعالى ملاح حل ملاح حل أي إلهي أم لينا يان وملاح إلهي أقلمين كو هبولين وملاح أبلي تهملي دتوي والرب سبحانه وتعالى مرنما يعني كوها بونا تانسا ميدة معنها أي لغوها يستطر هذا القصص على إن شاء الله تعالى ابن قيم أيين نوعي ما دون التفسير كذلك مركا عليهم دائرة السوء وحلقوا ذا يعني بلاي هور ها حري ريسو حبال هريرا كمرتو هكوري بتو ساسا لقوا ذا وبلاي حرم وميلا قبح عن لهين وأيقو دم كوري بسن إلى الله كوريدو أما دشوا دشوا ضبع أهاتيو وخبر وابلينا والربيع إلى هنا وأعرضي وأنا الله عنضي جهنم وأودياري ويعذب إنه على مدراد المرافقين رج مرافقين تا والمرافقات هوان كبا مرافقات كا والمشركين رج مشركين تا والمشركات هوان كمشركات كا قال ذا أظنين إمودي ملاين يا بالله إله أم ملاين يظل السوء ملاها كل عليه دشر هاهات دائرة السوء عليه دشر وحاهات دائرة السوء حبات وريكسن حبات وريكسن يعني حبات وريكسن أو يقول نكو وريكسن وما لك بحق الله هيد أي دشر هاهات أما حبات وريكسن حبات وريكسن كل من روح كوها بستاي دشر هاهات أما دشر هاهات وغضب الله إله وعرض عليه دشر ولعنه قول الله على ذي وعد لهم حود دياري جهنم أيه دياري وساءت ويحباتي جهنم مصيرا بين الله في حباتي يذا بين الله تو الله قالوا يذا وحوي بعد قال ابن القيم ابن القيم وحير في الآية الأولى آية ظهرة لو ذا آية بالظهرة وآية سورة آل عمران كثرتين أيوه وكيري فسر وحلق فسر ابن هذا الظلم هذا الظل بلها آية أي شيء وحلق فسرين بأنه أن سبحانه كره سبحانه للذهلي لا يرسل إنه سنوكر قال للرسول ورسول كتير سنوكر قال وكاوي بركي أكل ماشي ولا قبصدي يحوى على تاريخ ولا قاسي سحوى أي وحي الربيين إنه سن إله وكاك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه المسلمين تقرب وذلك بحي أولا قرقارين بلا حدى إلهي اللهم بلا إلهي كاوي بركي وأن أمره رسول كأركيسين سيضمحل إنه نبا دورا أبا نبا دورا يعني إنه بابئ دورا إضمحل لنا إذا زال وذهب شيء مكو بابا أو ترتر مؤيا لنا إضمحل مركا هداد مود إلهي إنه سن دين تيسئيو ندك وتئيو مؤمنين تئيو رسوش أتباع مودئيو إنه سن أقرقارين وأهي للي لنا عدو أسن أهي للي لنا وملك له إله اللهم عليه سبحانه وتعالى بحي إليه إلهي أوليدي سي أعدادي سيئن أصيبه أما أعدادي سبقوا كسر مريو أعداده أي أوليدي سكسر مرتاي ووحوا الملحوين وتوحوا لإله سبحانه وتعالى عكوها بوليل ساوى اللغة فسر بركة وفسر وحك اللغة فسر بأن ما أصابه وحي النبي عصيبه صلوات الله والسلام عليه كبعي لم يكن إنه صنعين ملحا إلا ملي معنا وفسر وحال وفسر حضرا إلا ملي بأن ما أصاب وحي النبي أصيبه لم يكن إنه صنعين بقدر الله إله قرشه وحكمته حكمة إله إنه صنعين ففسر مركزا وحال وفسر يعني مليه حما بإنكار الحكمة حكمة يؤجدد إله أكليه وحياله صبيره وإنكار القدر يقدر كل الديده لا بد أن صاحب الله فسره.
حقلوا علبة قارك تكون في سنسو شيء وشيء غير ظل الثوقة سوى حوان أو معنا وحويان ظل الجاهلية ذات إلهي اللوم بلين يعني وإن وحي إلهي أوكالي أو أوكوكالي النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا الصحابة يضدك مؤمني تاع لي له هذا قرش إلهي كوانعين ساسو كالتا إلهي له أما حكمه يؤتيد إلهي كبلها واحد أمرك واحد لقونه ساو لقوفة سيري إلا الديدو وماشا لقى سارو إلهي حكمة ديسي إلا واحد كستو إلهي أصميني حكمه يؤتيد أكذا بيس حكمة وين وبالغة أياه كذا بيس أما مخلوقات كو هفهمين أو أضوبادو هفهمين أما يسفهم لكن وحكم الله أنت كان عمج مرك هدين لنا لو وحي بياشا كان عمج بحكم الله يستن وحكمة كبورة لحل فهو لقوفة سيري وابلافل وحكى له لقوفة سيري قدر كل الديدو قول لي لهذا قرش إلهي واحد وبدع وانت كان عمج أما أضوبادو الله تيري قول لي لهذا يعني وحويا إذن كالها إذن كالها فعلا حق السبب أهان أيق وأوله لك وحوى إلهي قرشوي سبحانه وتعالى ساصر ولقف سري وإن كان ما وفسر وحى لقف سري بأن ما أصابه وحي أصيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له صيب قدر الله إلهي قدر كيسا وحكمتي حكمتي سئل سكون حصاء لقف سري بلهات سار ولقف سري بلهات وفسر وحى لقف سري مليه حبا الجاهلي قاه بإنكار الحكمة حكمة إلهي والله إنكره وإنكار القدر يقدر كإله الله إنكره وإنكار أن يتم إلا إنكره أن يتم إنه نبي استرمه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أركيس إنه نبي استرمه هو إسقاره معنا أرك النبي صلى الله عليه وسلم وديته ديته إنه إسقاره ويش إله قطلك إليه إنه إسقاره تاسو إذن الله إنكره ديبها كله كله دمات إن لوما لا إله سبحانه وتعالى إنه أرك النبي صلى الله عليه وسلم وصل أرك قوته يديده إنه سديبها كالكسر برينين أو بحي خيري أو أضوبنا قال ما إبتل لغسل لنباشا يكون نمازه وإنه قولي سيلا لغو قولي سيلا ما رحا سوى ملا أدل لتوي إلهي رسول مصادر صدي ببره بي ببوك أليهي كوا سبلا قرب كونو كبح يؤهي للمائم وحي وثاني مبدأ الرالي كي هيرا أهل للمائم وملحب إله الله ملحب سبحانه وتعالى فاسبعا ملأ بديتون وهذا منك هو إسم ظن السوء ملأ تنكاون إلا الآيات دي عروفة سنة سواء آيات دي فلا ظن الجاهلية تتري يمد ظن السوء تري وأسكم معنما كمد إيمان إيمان وهذا منك هو إسم ظن السوء ملها قوي لأنه محايل ظن ملوي ظن ملوي ظن غير ما شيء لما ليوي شيء قاسو ظن ملوي ظن قاسو غير ما يليق أنكوها بولين به الله أنكوها بولين سبحانه نزه لي وظن ما وظن ملوي غير ما شيء غير شيء لما ليوي شيء قاسو يليق كهبون بحكمة إلى حكمته سي وحمده ما دينته هي ووعده بلنقاتك سأصادق الرنطعة معنى وحويان وملئ إله الله ملئيه وحن كهبونين حكمته سنة كهبونين حمده سي ما خدمت أمودين هيرا كهبونين بلنقاتك سنة كهبونين ساسو يا معنى يا ها إذن قولت ها إذن قولت ساسو ما إذن قولت وهذا كان هو يسوى ظن السوء وملاحظه الذي كانت ظن أي ملايين المنافقون مرافقين أي ملايين والمشركون يقالبوا في سورة الفتح وكي آية الدم كشري وإنما كان هو هذا كان ظن السوء أيها هذا ملاحظه بالنقضي لأنهم حيل غير ما شيء غير كوي شيء قصو يليق أعلم به الله سبحانه نزهناه وما يعني وغير ما شيء غير كيو الله ما ليوي شيء قصو يليق أعلم بحكمته وحمده ووعده سنتصف معنا سيدنا البحر وقوقو يكاد وإنما كان وضع هذا كان في ظن السوء بو النقضي ملح سيكون نقضي
كابو ملحو كل نقضة إلهي أوليدي سيئو مؤمنين تي أخي لين ماي الدين تي سنة ديمها كفر مرين ماي سيئ ملحو كل نقضة محايا إلي لأنه محايا إلي غير ما شيء غير كيوي شيء قاسو يليق أعلم به الله أعلم شيء الله أعلم غير كيوي معنى هو شيء عن إلهي أعلم سبحانه ونزحناه وغير ما شيء غير كيوي ماذا تنبه تمرق عقل تمرق غير بالزوق دري وغير ما شو قلنا لحكمة إله حكمته وحمده يما هدمتي ووعده يما لنقاتي في الصادق أرنطع إن تاب وحن العمل بيوه وحن أقل بيوه وحن كوها بوري واي سات ردد مبارك ملاق النقويها مليه الجاهلية نقويها فمن ظن روح موضى مرك أنه الله سبحانه وتعالى يديل إنه كأت كيسين يكسر مرين الباطل باطل كإنه سريسيني على الحق حتى إنه كسريسيني وكأت كيسيني إدالة كأت كيسين مستقرة أوصغا تاسو يضمحل أولبا بأي معها لكيرن كذا الحق حقي وأوبا بأي هو حسام مودا أو أما سأنكر ديلا أن يكون إنه يهما جرى وحي بعيد النبي يسحبنا قصدي بقضائه إله قلبه سي وقدره قرشه سإنه قطع روحه ديدا أو أما سأنكر ديدا أن يكون إنه يهي قدره إله قدر كيس لحكمة إنه حكمة قطع سيه كيد بالغة وحال دا فاصو يستحق مدري عليها دشر الحمد مهرين لمهرين وكم مدية إن تاب الروح إنكرا بل زعم اسكب الداية شاكتا عدي شيئا أن ذلك أرنقات لمشيئة أجهد أن يقطع دونتان لمشيئة دونتان أن يقطع مجردة أو كتر لا حكمة يعني دونتان أن حكمة الله روحي سلاسي وقل عيرا فذلك كاسا ظن الذين كوي ملغو ذي كفروا قالوا لي كوي قالوا ملغو ذكاوي فويل عذاب هلاك مكة وحوسنا للذين كوا كفروا قالوا بي ومن النار عذاب الله معنى الرعوي انت بس قصة قبطة وصوشي نمكي مودا ان كأكسانشها ايه كسرين تها مرأي كسر مرين ولقد اني تريد وولقد يا الله هدو معناها عكا ايقوها اينا يانو قلما لسرين هيانو الدين تينا اينا سوبك عينيما واينا ايضو معنى وحوي مرلوا سرمرين سيدا روح المودا أما إلهي بوحن إنه قدري جديدة وإذا الوحن إلهي برشك كيسك ودعه أما إلهي إنه قدري وأقولي هاي لكن إلهي وحن حكمة إلهي كمجر ويستبعوني من إلهي سبحانه وتعالى سأسوليه يعني وحن قولا يعني أو أنكر أن يكون قدره أو يقدره لحكمة قدره له لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة على جولة قل يا وحد شر أرمي إلهي قدر كيسي وحيالها أصمانية أقرشي ونسكب وري مري وحكمة كمجد وحكمة يوحد كيدا وكلية قلت الدب لكن ونسكب وري سنة في روح يلهنا أما الله ولا أتمامي كوه الرسي لهنا وأمانيه قال من فعلا فمن ظن روح ملايين أنه ألا يديل يعني أدال إدالة ويديل إدالة ذو حليلات معنا وحويان كسر مريت على إدالة هي كأت كيسين فمن ظن الروح الموضى أنه ألا يديل إنه كسر ريسين يكأت كيسين الباطلة حمانتي إنه أت كيسين يصر مرين على الحق حتى إنه كسر مرين إدالة كسر مرين هي كأت كيسين مستقرة أجوبتا بحالك قبل حين يهلك وكسر يا اللي هذا كاركود يجوبها كاركود يمرك كاركود أهل الحق باطل يعني أهل الحق وعلا إني كير سرمرا وصفقل لكن مستقر معه وحشوه يا معه بس هذا حديث عضاء المسلمين تقرضى على جالسي وجوب لك جاءت هذا ما أول جدين يكري يقول جدين يكري يا معه مرأة هدي لي حق إلهي مرنا مبادل كأت كيسين ماي لجمور وجوبها كاركود يعني بسوق قاري ماي سالك موت أنا وحلا جودة إدالة مستقرة إدالة أتكيسين مستقرة أو تشوكو أم دمان منو ديب دم بقوسا حق كفتاك وقصو كعيم بعض الكلام مر لما الغوص كلام مرسون دوري
تاسو يضمحل كأسكيسين تاسو يضمحل ولا بابا ايو معها لتشيرن كذا الحق وحقي بقو تلتير ما يوم مرضى بقو تنسوك عليم روح إسلام مولا. طيب او انا في انكر الدينة ان يكون انو يهما جرى وحي بعي او يهمد بقضائه اله قضيه سئنه قبعي وقدره يقدر كيس وان اله روحن اله قرشة كيس يقدر كيس وكمدهن. او انا في انكر الدينة ان يكون انو يهي قدره اما قدره اله قدر كيسه لحكمة حكمة تبتدين قبعة بارغة وحالة حكمة يستحق أكم ديها عليها دشر الحمد إن لهم هذه حيالي إلهي سبحانه وتعالى وقل سمين يا مصالح لا كتبت مصالح لا كتبت دراجة بور أجري وانا حكمة للشيء مصالح لا أطوم هذا مركز سوء قادنا إلي إلهي أغمى هذا النقام بين يوموديها ومعنى مصلحة هي حكمة إن لغمى هذا أليا أوموديها ماشي كمتب تعديت لها بل زعم شيء كذا أن ذلك أرن قاسي بعي لمشيئة دونتان إله إنه قد عي مجردة أولا ترتريو حكمة أين لفعله دونتان كليئة أو وحكمة أتدك كما يسأل الله إنه وحن قد عي روح إله فذلك كاسي لصور شيء ظن الذين كوي ملغوا ديوه كفروا قادوا لي قالوا ملغوا ديوه نريد المركة هلاك للذين كوي بأسنا لي كفروا قالوا لي ومن النار عذاب الله وأكثر الناس ما تشكو إليه ذلك إنتي سبنا هذا الكيب القيمة والإسعال وأكثر الناس ذلك إنتي سبنا يظنون وحي وملينا يا بالله إلهي ظن السوء ملحا فيما يختص وحي قولك أبيهم يكفر وحيالها إيجا قولك في قولي وحي عليه قوة صدي وفيما يفعله يوحي سمين يا بغيرهم فيما يفعله وحي قوة سمين يا بغيرهم أيها غيركم يعني وحويان بك انت وضبطن كمان نمت قلان وكمان بدبالان إن ملح الإله الأم ليان سبحانه وتعالى وحيانها إيجا كوكولينا إيجا سيك قولي وقود عيان إن إله الملح وكما ليستان حمان أي كما ليستان مثلا يعني ربي سبحانه وتعالى وحي وكوه سميه مصدر وكوه كان إلا دفعه أنت معيب إله يكون عبيا إنه كوه كان يوكل إنه سمي الله سبحانه وتعالى ولي كان قادم أبطك استوبر دوم يعني ملح إنه سأل إله قدر كيس كو إيمان وحني إن إله حكمة بؤوسا كالحي ملاح من إله سبحانه وتعالى إلا جمع ليستويحي أليك كو قوردة إيوث إلهي أليك غير كفسة من إيبا ولا يسلم كمن بقيل من ذلك أرنك إلا من عرف عيسى قرسم يعني الله الله عيد برسه وأسمائه يماعيه وصفاته يصفاته إله تلمامه سئيه مقعيه سئيه روح السف عربه و الله برد سبحانه وتعالى يعني برد الدين في زبر روح وبك بالبالك وموجب حكمته حكمة إلهي وحي كانت واجبين روحي برتمه يعني وحمده إلهي مهدينتي مهدينتي إلهي أمودي هي حكمة وأدونك كم أرملائي مقعيه السجا روحي برتمه يعني عدك لك كمان من وقلي سبب وحي كودع لابد ملاحظة وقالي لذلك انت ولا بضب ملك الإله إليك ملك سبحانه وتعالى وأبنى فليعتني أوقف دمك وهكد ذلك اللبيب الروح عقلي قال الناصح أدنين لنفسي النفيس أدنين بهذا أرنك هكد ذلك منك مرك عقلي له لفيه سأدنين كان حياي وإن مرك كد ذلك سيد إلهي معي سي صفاتي سي حكمتي سي قدرتي سي دينتي سوبر الله وليتبها توبتك إلى الله حقي له توبتك وليستغفره إلهي الدمدا فويديس من ظنه مليهيسا إنه أبع فهويديس بربي ربك أوملي ظن السوء ملاح حمك حدث المسلمين يعني موقف اللي تكو مترا ودش الله ومام مديو ووح أما ستوصى والله يستو أما سيانتوصى الله يستوصى الله يستوصى الله يستوصى الله حدنا فائد تهنينك ملايا إنه يستن المسلمين فأينم ككئ دونين وحن أدى آهي سأين كبه دونين وإله يستن كقائد دونين سبحانه وتعالى وأرنس سائي أبدا كتاح ولقدهم قالا كعنس الرئيس دونان ظن مصوى وملاحظة إله سبحانه وتعالى لقم ليستوي وح إله اللهم لا يرمى سبحانه وتعالى إله أدو ملي سأولوها سوء امتحان ولك لسوعي وأنا التي تشابل تكاليف بائي وحا تعين ولوك لصاري
لكن نتيجة هي كما دميست وحوي ربي سبحانه وتعالى ذلك يعني وحوي أتباع دي في ذلك يساوي كل حدام ذلك دين تيزا يسا إنه سرم إليه فاسوى مسلم الأولى ويبعلم. طيب ولو فتشت هداب بعضه من فتشت إذا بعضه هداب بعضه لرأيت واحد أركي عنده أتيس تعنتا يعني ديده على القدر قدر كل ديد يعني الحظة مرحضيك وملامة يأذين له قدرك ويأذينه عد العدى ضطوب الأروب نرشي سيئة دقن كي سبابه وحاضر أكي سكهري والحظة أكشي قال يقدر يأذين إيو حيث ناسي أبعد أي ثاني هدايت على الثاني أهان الله هيدي سيدنا هدي لي إلا سيدنا كسر بيه لأي سيدنا هدي لي سيدنا لقب الزاري لهاي محاد سيدنا الله يلي روحا باعدوك اللوغو ردي كان محاد فقير كاللوغة لقيه وحكى في علا الله يسأل إن غني لقد وقال الله فيه ساس معنا وحوه وفرقل هو إلهي قدر كي سبحانه وتعالى اللي فرقل لي فبما سنه وحوقر شيء مالك ولو فتشت هداد بعده من فتشت عداد بعده هداد إذا العداد دونتيز باريس كسامي سبح هداد بعده لرأيت واحد ركيسة عنده أكيسة تعنتا وحوه ديدا إيو مرحديك على القدر قدر كأوديدين وملامة له إيو إيرين إيو بقالب إيو يعني وحو إياه وحكا شيء قدرك وحكا شيء وأنه كان إيه إن أها ينبغي مده هبونته أن يكون إن أهذا أرنك كذا وكذا ساء يسائلون أنا لا يسيدني يسيدنا هبونا الله وركت تعالى يسيدني يسيدنا هبونا الله معنى إذا وحو يسيدي هبونا دي لهي ما سمينون سمقوا إلى زعبها أنا لا أرنك يسيدني يسيدنا وقفي على الله يسيدني يسيدنا هبونا الله يسيدني يسيدني واقف وإلهي سبحانه وتعالى سيدي هبونا سيدي إلهي بأسميه أليه سيدي هبسميه سيدي كوا هبونا دمسه من المية وهذا قرنه سيدي كوا هبونا إلهي ما قرنه إليه وفرق لي من قدر كلا المسلمين أبدو رغو فضو بعيد إن ليس كيدا على الرماسة إن ليس كاعتقادية إن لما ليهم ضم الصوق هذا اللي قصه الرميون. طيب فمستقل فالناس ذاتك مرح بعضهم قاركوب مستقل ويبصدين ويريسين ملاها تنكع مستقل وحي ربك قاتل يعني وحي ويان كغدعين ومستكثر وبعض قارنا مستكثر ويبصرين قارنا آدم ونحق لنا ويكفوا قادين وفتش بل بعض أدوه نفسك بل نفس على بعض بل نفس على بركة ديب أبو النقو هل أنت أدوه سالم مكان بك شمس ساسم معنا ذلك كل واحد كان بك قالي ويري هاي فالله باعب يتا ديب أبو الله بس اسمه يديو صلوا مكبت بادي أرنت إيانا مثل كمالا بادي فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا فإن تنجو هذا كبت بادي منها أرنت هلستع إيا ملغا فنا إلهي الله ملايني تنجو حد كبت بادي من ذي عظيمة من الرويق صاحبة يعني من بلية أما من ذي بلية عظيمة ميت بلاي وين الصحيبة يكبت بادي وإلا هدالا كبت بادي قشيء وقاد كبح ستنة فإني أرغو لا أخالك كوما ملينا ناجيا إلا فميت بادي صفي بمرت هدي أكبت بحسن طولا قرينا يعني وحوي وحوي بإله كابت بادي سبحانه وتعالى هدي أكبت حكبت وعنك قارتينا إلى الدار تقوم ولا ما يوم معه وكذا توقف إلجاري فإن تنجو هديئات بزاد بل إصفي فيه فإن تنجو هديئات بزاد منها مرها قنكا يوحى قنكا هديئات كبزاد تنجو حتكون كبزاد من ذي بلية بلا يمد صاحبة عظيمة أوين وإلا هديك لا ترى فإني أروه لا إخالك قوم ولا ما يلاجيا إلى تميت بزاد فيه مسائل باقي المسائل لو راكم شفتها الأولى مسألة الكبات تصير آية آل عمران على عمران آيات دي الله مسيره آيات دي باب أوري الثانية مثلا والنبابنا وحوي تفسير آية الفتح وآيات دي كهك الثالثة مدى صدحاني وحوي الإخبار والرمي ليسوا والرم وليسوا الشيء بأن ذلك نوع كاذي أو ملاح أمبع لقونا بأن ذلك ملاح قول إله الله ملياه أواع النعية إن يهلا تفسر أهل كوبي كريم والنعية بدل نعية دور الشيخ حتى ابن خيب نوع الشيخ ما يكره بدل نواجنا الرابعة مثلا أفراد وحوي أنه ملاها صنكا لا يسلم كمان من قلبي أنه أمر يشانني لا يسلم من قلبي من ذلك أرنكاس وملاها حنة إلا من عرف عدي قرأتهم ويرأى الأسماء مغعيها إله
والصفات هي صفات كيف هو عرف نفسه ومكر كيف من اللي فيه سكر سكبرت معنا قالوا إلى ضعيف تهيو صبر ظلم تهيو إلى آدم تهيو مخلوق تهيو عاجز تهيو إصبره إلهي سبحانه وتعالى إلى أود بحد الله هيو خالق هيو حكمة بحد الله هيو مشيء بحد الله هيو أسماء في صفات كيف سبره قالوا إلى إصبره مركز واحد قوس وبعيد إلى الملاك الإله كذي سبحانه وتعالى هو حوما بذلك الأولي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال درسياني هلكاس أيوك أجيهي الله تبارك وتعالى وحن كبرينا إنو نقو أنفعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.